هذه القصيدة بدعى أبو مرسي أكرم عبد الله، موجهة للأخ أبو زين جمال الراشدي. القلب دوار الأيام والله ريك الدوار إن خيام على الله ريك أنا طفل غدر بعمر السادسة موت أخوار بنت كبيرة حل بالحادثة من قبالي أحمد الله بالمكتوب قلبي تشكور حمد لا يحتصي أتحمد عشتوا كل الآلام بالأخ والطفل على صغوان واحتملت الأسى والحزن فوق احتمال لكن إني راجل مؤمن وقلبي تصبر من صبر واحتسب لله نال المنالي يا قلم بعد ما عشت تحدثت زنجر وشرح الوضع شدايد يفليتها لنا والقتالي والصديق الوفي تلقاه مغلق الشار فتح الخير يثبت في رخاء أو نزالي ما يهم الملامة كلها والخساير لبرك شل فوق حمل مثل الجمالي مثل أبو زين درع شخص جواب أبو زين جمال الراشدي على الأخ أبو مرسي أكرم عبد الله أداء أبو العاصفة القيثي. قال أبو زين حي الله ببدع صور مشهد الوضع أبو مرسي صديق المثالي صور الوضع ذي عشا في الوقت نغفر وحسن الوصف بشعار وسرد المقالي المثالي علي نعم الصديق المواقور لو شكرت حجزته وفي مثالي بس كان القدر بالحادثة قد تقرر من عظيم السماء في حزن أول وتالي ودع أكرم ولد قلبه وباليد قبور روح طفله ومثله وشخص شخص مثالي أثر مرسوم في
وكنا واحدان من جهالي وابتغى الأجر من ربه وسامح وسطر شيمة العفو راجي أجر مولاه في ظلوي ليعوض عباده من خسر زادها الثور ملك الملك رب العزتي والجلال. قبل ذلك فقيت أمي وقلبي تفجر بالحزن والأسف موتها ضاق حالي نفس شهر الأسد عاش عشته مكرر افتقدنا أحباتنا وكم شخص غالي رحمة الله تغشاهم عدد ما تعمر كل من زار مكة بل ووعد الرمالي وإنها الأخبة ومرسي تجاوب وبدور أعتمر بعد موت أمي وأرتاح بالي أعتمر عبرة الله روحها ما تكبر أشكر وأسأل الله يحفظه للأهالي بالكرم والوفا رقم علينا تصدور حتى معنا رقم بالجود رافع وعالي وثر الأحزان ذي عشنا في الوقت الحقار اكتشفنا الصديق